بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أرحب بكم وبحضراتكم من جديد في انطلاقة الشوط السادس للأبكار الحقائق. بسم الله وعلى بركة الله، بدأ هذا التحدي، بدأ هذا الصراع لتنطلق في هذه اللحظات الابكار الحقائق، حيث هذه الشعارات الرنانة مباشرة مع المركز الاول لأتابع الصدارة مع الذيبة هجن الرياسة حمد بن سعد بن قذلة الاحبابي في عملية التضمير، بينما المركز الثاني القادمة الشاهينية بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بالضبيعة الاكتبي يقدمها مع المركز الثاني. المركز الثالث القادمة الشبابية، احضرت الشبابية بشعار سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى طارش بن راشد بن طارش المسافرية في عملية التضمير. المركز الرابع القادمة والحاضرة، أتابع في هذه اللحظات كواكب بشعار هجن المرقاب خميس بن سعيد الزرعي في المتابعة وفي المراقبة، بينما المركز الخامس أتابع القادمة والحاضرة أحضرت من حاف بشعار سمو الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلى سيب بن مصبح بن طوق العلية. هكذا هم الخمس العمالقة، هم الخمس النجوم، العودة إلى الصدارة وإلى شعار هجن الرياسة الذيبة الذيبة مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسة. في هذه اللحظات حمد بن سعد بن قذلة الأحبابي يقدم لنا شعار هجن الرياسة مع المركز الأول. المركز الثاني القادمة والحاضرة الشاهينية بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وحضرت كواكب بشعار هجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرع أي قادمة في هذه اللحظات، وأيضا الشايبة بشعار سمو الشيخ حمدان بن زايد بن حمدان آل نهيان جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي. ولكن نعود إلى الذيبة وإلى شعار هجن الرياسة، ما زال مع المركز الأول، ما زال مع الصدارة، ولكن يبوي يا القادمة والحاضرة حضرت كواكب بشعار هجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرعي، بدأ يغادر في هذه اللحظات مع كواكب، مع كواكب بالانطلاق الكبير، بالانطلاق المميز، كواكب كواكب مع الصدارة بشعار هجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرعي يقدم شعار هجن المرقاب مع الصدارة ومع المركز الاول. اي والله ان السبوق اعد سلاح مع المضمر للعرب يحتمي فيه يوم التنافس، ما بها ضحك ومزاح والسبق اهل السبق من حضراعي. الله على كواكب وانطلاقتها بشعار هجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرعية. والنقطة الثانية سلام هجن المرقاب، سلام سلام كواكب، سلام مع هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الذيبة لهجن الرياسة حمد بن سعد بن قدر الأحبابي، والمركز الثالث وصلت مهمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة الكتبي، والمركز الرابع وصلت مياسة
بشعار سمو الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني محمد بن علي الشواني في عملية التضمير، والمركز الخامس أوصلت بيه بشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي. إذا تانينا والناموس كواكب كواكب، وشعاري هجن المرقاب. التوقيت الزمني 4:39 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصلت الذيبة بشعار هجن الرياسة حمد بن سعد بن قذلة الأحبابي 4:41 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الثالث أوصلت مع المركز الثالث مهمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم 4:44 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الرابع أوصلت مع المركز الرابع كانت مياس الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني 4:45 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الخامس أوصلت متابعنا الكرام كانت بيه بشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم 4:47 جزئين من الثانية. إذن تانينا والناموس للجميع.